الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 32 من برنامج الكلمة الطيبة، وكالعادة نستهلها بالفقرة الفقهية. وبمناسبة أن كثيرا من الناس يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر المبارك، فنذكر شيئا من أحكام الزكاة. والزكاة كما هو معلوم فرض بالكتاب والسنة والإجماع، ومنكر فرضيتها والعياذ بالله فهو كافر مرتد، كالأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة مثل الصلاة والصيام والوضوء والحج وهكذا. الزكاة لها شروط تشترط في المزكي، ومن شروط وجوبها الملك التام للنصاب وتمام الحول وهو السنة القمرية وعدم الدين. الملك التام بمعنى أن لو كان المال مغصوب مثلا أو ضايع أو غيره، فالإنسان لا يزكي عنه حتى يقبضه وحتى يرجع إليه. كذلك مثلا إنسان عند مال عند الدولة يريد منهم مستخلصات مثلا وهكذا، أو مرتبات ومازال لم ينزل له في حسابه ذلك المال ووصل الحول، فيزكي عن المال الموجود عنده ولا يزكي عن تلك الأموال التي هي لم تصل إلى يديه ولم تكن تحت ملكه ملكا تاما، عندما تنزل في حسابه في المصرف وتصبح تحت ملكه ملكا تاما هنا يخرج زكاتها. كذلك من الشروط تمام الحول وهو السنة القمرية، وهذا كثير من الناس من يؤرخ لزكاة ماله بالسنة الشمسية بالتاريخ الإفرنجي مثلا شهر 3 أو شهر 4 أو شهر 5، وهذا خطأ. هو الزكاة صحيحة، ولكن جميع أمور الشريعة مقيدة بالسنة القمرية، شهر المحرم صفر وهكذا، ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخرة، يعني وباقي الأشهر اللي ورجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، فهذه الأشهر العربية القمرية التي يؤرخ بها العبادات، سواء كان في الزكاة سواء كان في صوم الكفارات، كذلك الصيام رؤية الهلال، كذلك مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كل هذا بالتاريخ القمري. الزكاة الإنسان عليه أن يؤرخ اليوم، مثلا اليوم في يوم على فرض نقول 23 رمضان، فهو يعني أخرج زكاة هذا اليوم، في العام القادم يوم 23 رمضان يخرج زكاته. فتمام الحول لابد أن يمر حولا كاملا على المال وهو قد بلغ النصاب، يعني المعنى هذا الكلام أن الإنسان عند مال بلغ النصاب، طبعا النصاب في الذهب هو 84 جرام ذهب، وهذا المعمول به لأن الذهب هو الذي يعني أصبح يتعامل به. فعند مبلغ مالي مثلا يقدر بهذه القيمة، ينظر المبلغ الذي عنده في ذلك اليوم كم يساوي بالنسبة للذهب. إذا كان هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به 84 جرام ذهب فما فوق،
فهو ماله بلغ النصاب. هذا المال لو بقي حولا كاملا عاما كاملا هجريا لم ينقص عن النصاب، وقد يكون زاد ولكنه لم ينقص، فهذا يزكي عنه على رأس الحول، يزكي عنه عن الأموال الأخرى التي سنذكرها. يعني هذا معناها مرور الحول أو الشهر يعني بالأشهر القمرية. كذلك عدم الدين هذا شرط في زكاة المال، يعني ليس في زكاة الماشية ولا في زكاة الحرث، وإنما في زكاة المال. إنسان عنده مبلغ من المال ولكن عليه دين، فهذا يعني المبلغ هو بلغ النصاب، ولكن لو استقطعنا منه الدين لا يبلغ النصاب. هنا العلماء قالوا إذا كان عنده ما يوفي باقي الدين من أي طريق أخرى فهذا يزكي، وإن لم يكن عنده ما يوفي الدين بأي طريق أخرى فمن هنا يعني يخرج الزكاة عن هذا المال. كذلك من الأمور المهمة كما ذكرت أن النصاب يقدر بعشرين دينار من الذهب، والدينار الذهبي الشرعي هو 4 جرام وربع، يعني في حدود 84 أو 85 جرام ذهب، وهذا هو المستعمل واللي جاري به العمل، لأنه هو يستعمل الذهب لغلاء المعيشة. هناك نصاب من الفضة هو 600 جرام فضة، ولكن لا يؤخذ بها لغلاء المعيشة، فالذهب هو الأكثر استعمالا. ولو شخص يريد التورع مثلا، يريد الورع، فينظر المال اللي عنده إذا كان يستطيع أن يشتري به 600 جرام من الفضة فيخرج الزكاة، وإلا إن أراد أن يأخذ بالقول الأكثر شهرة والأكثر يعني تعاملا أنه يقيم ماله بالنسبة للذهب، وهذا الذي جرى به العمل. بالنسبة للحلي الجائزة، حلي الجائزة هي ما تلبسه المرأة بنية التزين، هذه اسمها الحلي الجائزة، من ذهب أو غيره، فهذا ذهب أو فضة وهكذا، هذا لا زكاة فيه. لكن إذا كانت حلي محرمة مثلا ذهب ولكن اشتراه رجل لنفسه، فهذا يجب عليه الزكاة، هو حرام عليه لبس الذهب على الرجال، محرم ولكن تجب فيه الزكاة أيضا. كذلك من الحلي المحرمة الأواني من الذهب أو الفضة، وكل هذه سواء للرجل أو للمرأة محرمة، فتجب فيها الزكاة. مجموعة أواني ويعني أشياء موضوعة في البيت هكذا للتزيين ونوع من الأتات، وكلها من ذهب أو من فضة، فهذه يجب فيها الزكاة كل عام، وأيضا هي حرام، محرمة. المرأة يعني أجاز لها الشرع فقط التزين، إذا كان تكسر ذلك الذهب وأرادت إصلاحه لكي تلبسه فلا زكاة فيه، لكن لو تكسر وهي لم ترد إصلاحه وإنما أبقته بنية لعله تحتاج إليه فتصرفه وهكذا يعني للظروف، فهذا أصبح مال مكنوز فتجب فيه الزكاة. كذلك من اشترى ذهبا ليتزوج به أو ليزوج به ابنته أو ولده مثلا أيضا تجب فيه الزكاة، فقط الحلي الذي اشترته المرأة لتلبسه تتزين به فهذا هو الذي لا تجب فيه الزكاة. كذلك من الأشياء التي تجب فيها الزكاة هو المال المستفاد. المال المستفاد هذا في عرف باب الزكاة هو المال الذي يأتي لا عن طريق مقابل، مثلا هبة، شخص وهب لشخص ثاني مالا مثلا، وهكذا أب وهب لابنه، هذه اسمها هبة، هذا مال مستفاد. كذلك الميراث لما الإنسان يرث، كذلك صداق المرأة لما المرأة تعطى صداقها، كذلك يعني اشترى شيء، كل هذه المال المستفاد يستقبل به حولا. يعني إنسان يعني ورث مالا كثيرا فات النصاب، فهذا لا تجب عليه الزكاة مجرد أن يأخذ ذلك المال، ولكن يستقبل به حولا، بمعنى إذا بقي ذلك المال عنده حولا كاملا وهو العام القمري كما ذكرنا ولم ينقص عن النصاب فهنا يزكي عنه، لا يزكي عنه بمجرد أخذه. يعني كذلك يعني المرتبات كما ذكرت، يعني
زكاة المرتبات أحسن طريقة هي أن الإنسان كما قال العلماء، لأن طريقة حسابها فيها صعوبة، ولكن أفضل طريقة وأسهل طريقة هي أن الإنسان مثلا يعني بمجرد إذا كان مثلا عنده مرتب والمرتب يعني أكثر من حاجته، فيبقى منه شيء في المصرف مثلا أو عنده، فأنا بيتكاثر، فعندما يصل إلى النصاب، وصل إلى النصاب مثلا، أخذ كل مرتب شهر يأخذ منه جزءا يصرفه ويبقى منه جزء، وهكذا الشهر الذي يليه والذي يليه، فذلك الباقي تراكم حتى وصل إلى حد النصاب. بمجرد أن يصل إلى حد النصاب هنا يستقبل به عاما، أن يوصل حد النصاب نقوله في شهر 6 فرنجي موافق نقوله شهر مثلا رجب، فهذا يستقبل به عاما. في رجب القابل إذا كان وجد المال كما هو أو زايد فهنا يزكي عنه كله، وإذا كان استعمله في أمر ما يعني احتاج إليه شراء سيارة بيت هكذا في أثناء الحول، بشرط ألا يكون يتهرب من الزكاة، يكونش أنه لما قرب انتهاء الحول هنا يصرف ذلك المال لكي لا يدفع الزكاة، فهنا الزكاة في ذمته لأنه يتهرب، هذا التعامل مع الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا من أنفسنا. لكن لو هو عرض له شيء حتى ولو قبل وصول وقت الزكاة بفترة بسيطة، عرض له شيء لا قدر الله مرض له أحد يعني أنفق ذلك المال عليه في المصحات، أو مثلا هو احتاج شراء سيارة أو أتات أو غيره بدون نية التهرب من الزكاة ونقص المال عن حد النصاب، فلا زكاة عليه. أما الأرباح فهذه وضعها يختلف، الربح بالنسبة للتاجر لما يدخل إلى مثلا التجارة دخل بمبلغ حتى أقل من النصاب واستمر في تلك التجارة عاما كاملا، وبعد العام لما وجد أو يعني راجع سجلاته وجد أن المال الذي عنده يفوق النصاب، منه رأس المال ومنه الأرباح، والأرباح قد تكون يعني توفرت حتى في الأيام الأخيرة من العام، فهذا يجب أن يزكي عن جميع المال، لأن حول الربح حول الأصل، هكذا القاعدة. يعني الربح هذا الذي ربحته في آخر أيام قبل بلوغ العام النصاب أو قبل بلوغ النصاب عاما كاملا، هنا يعني تعتبرها كأنها كانت عندك من أول العام، حولها بمعنى سنتها حول أصل أو رأس مالها، حول الربح هو حول الأصل، وهذا الأمر عام حتى في الناس الذين يملكون مثلا الماشية عندها أغنام وهكذا، في بداية السنة كان عندها مثلا نقولوا 20 فقط يعني شات، 20 شات ليس فيها زكاة، الزكاة في الأغنام وفي الماعز تبدأ من 40، ولكن على رأس العام وجدها 40 أو أكثر، فهنا يزكي عن الجميع، ما يقولش أنا والله بداية العام عندي 20 فقط، هذه 20 الآخرين يعني الآن في الأشهر الأخيرة أو في الشهر الأخير. حول الربح هو حول أصله، عكس الفائدة التي ذكرناها، المال المستفاد بدون تجارة زي ما قلنا ميراث أو صداق أو هبة، فهذا لما يأخذه يستقبل به عاما، أما الربح يحسب مع رأس المال، وهذه تنفع التجار. طبعا التاجر يعني استطرادا مدام تكلمنا عن زكاة التجارة، التاجر الذي يبيع ويشتري وعنده محل فهذا زكاته يعرف أمتى بدأ في التجارة، زي ما قلنا يعين اليوم في رأس الحول لذلك اليوم، ينظر ما عنده أولا أموال سائلة، ثانيا بضائع في المحل تقدر بقيمة كأن سيبيع أو سيبيع المحل جملة، يعني لا يقدرها بالقطعة كم يبيعها، لا يقدر كأنه سيبيع المحل أو تصفية محل لشخص آخر وسيشتريها جملة تلك البضاعة كم قيمتها، هذه القيمة يضيفها إلى المال السائل الذي عنده، يضيفها إلى الديون التي يعني قرب موعدها وهي محققة أنها ستسدد، فهذه المجموعة هذه الثلاثة أشياء يخرج عنها الزكاة، والزكاة كما هو معلوم لدى الجميع عن كل 100 2.5، يعني 1000 دينار يخرج عنه 25 دينار وهكذا. وكما ذكرت أن التاجر الذي يبيع الأشياء، طبعا الأشياء تكون لا زكاة فيها في أصلها، مثلا الثياب، العقارات،
المواد الغذائية، هذا الذي ذكرت أنه يزكي ويجمع ثلاثة أشياء: المال الذي عنده، إضافة إلى قيمة البضاعة قيمة إجمالية، إضافة إلى الديون التي هي يعني مرجوة أن تصل إليه. أما لو هو يتاجر بالحلي مثلا بالذهب أو الفضة أو يتاجر بالماشية، فهذا يتعامل مع الأمر بزكاة الحلي وزكاة الماشية. بالنسبة للأدوات والآلات والآتات التي في المحل أو التي في المصنع، الآلات وغير كلها لا زكاة فيه. المصنع يقدر المواد الخام كم تكلف، كم يعني قيمتها لو باعها جملة، ويقدر المال الذي معه كما ذكرت ويزكي عنه. بالنسبة للتاجر الذي يتربص بالأسعار يسمى في عرف الزكاة التاجر المحتكر مثلا، وهذه لأي شخص قد تحدث، اشترى قطعة أرض واشتراها ليس بنية الاقتناء وبنية التملك، ولكن بنية أن ترتفع أو يرتفع سعرها ويبيعها، فهذا يعني إذا بقي عاما كاملا ينتظر ارتفاع السعر ولم يجد مشتريا يعني ولم يعجبه الثمن، لو باعها بعد سنة فأكثر، هنا بمجرد أن يبيعها يخرج الزكاة من ثمنها. اشترى قطعة أرض مثلا ب50,000 دينار، وبعد سنة أو أكثر بقيت عنده حتى 5 سنوات، لا زكاة عليه فيها. بمجرد أن يبيعها بعد تلك الفترة ويقبض مثلا الثمن 100,000، يخرج الزكاة فورا من ذلك الثمن. هذا يسمى زكاة المحتكر، بعكس الأول يسمى التاجر المدير الذي يدير البضاعة، فهذا الذي قلنا عنه أنه يزكي في رأس كل عام وينظر الأموال التي عنده السائلة ويقدر قيمة البضاعة بثمن الجملة والديون المستحقة. كذلك من المسائل مسألة الدين، دين السلف وليس دين التجارة. دين السلف، شخص سلف إنسان مبلغ من المال وبقي عنده عند ذلك الشخص الثاني بقي عنده أعوام، فهذا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عن ذلك المبلغ حتى يقبضه. إذا وصل إلى يده ورده إليه الشخص الذي تسلف منه، فهنا يخرج عنه زكاة عام واحد، ولو بقي عند الذي تسلف أعواما كثيرة بعد 5-6 سنوات رد له المبلغ 10,000 دينار مثلا، ويخرج عنه زكاة عام واحد وهي 250 دينار كما ذكرت. كذلك من الأمور المهمة أن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع، يعني من هو نفقته واجبة عليك. الإنسان لا يعطي زكاته للأصول لأبيه أو لأمه، ولا للفروع لا يعطي زكاته لأبنائه وبناته، لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه فلا يعطيها. فقط استثنوا لو أن الابن كبير ومنفرد يعيش وحده وبمرتبة، ولكن حالته مثلا ضعيفة وعند نفقات مثلا أبناء قصر وعنده يعني والمرتب متاع لا يكفيه، فهنا يجوز لأبيه أن يعطيه لأنه لا تجب نفقته عليه، أصبح منفردا مستقلا بالنفقة وهو أصبح فقيرا. وإن كان الأولى هو أن بعض المذاهب يرى عدم إعطاء الفروع نهائيا. كذلك يجوز إعطاء الزكاة للأخوة والأخوات إذا كانوا فقراء، وهذه ملاحظة مهمة. كثير من الناس يقول أنا أعطي زكاتي لأخوي، طيب كويس عظيم، لكن هل أخوك محتاج؟ هي مش مسألة أن أخوي نعطيه إذا كان مش محتاج، لا تجوز تعطيه هدية، أعطيه هدية من مالك، لكن الزكاة دي حق الفقير. إذا كان محتاج، وهذا الشرط دائما نضعه نصب أعيننا، أحيانا يكون عنده مرتب ولكن مرتبه لا يكفيه للحياة المتوسطة، مش معناها الكماليات والترف والبدخ، لا، الحياة المتوسطة واضح يعني حالته أنه ما يستطيعش يأتي بالضروريات لأبنائه، فهذا تعطيه لأخيك، لأنه أولا لا تجب نفقته عليك، وتعتبر هذه الزكاة عندك فيها أجران: أجر الزكاة والصدقة وأجر صلة الرحم. ولكن إذا كان الشخص مثلا عند أخوه وهو ينفق عليه، يعيش مع أخوه مثلا أبواه قد توفي، ف
فعنده أخوه الأصغر يعيش معه في أسرته وبارك الله فيه وعنده أجر كفالة اليتيم، ولكن هو ينفق عليه، فهذا لا يعطيه من الزكاة لأنه هو متكفل بالنفقة، كأن هنا يعني تحصين لمال ذلك الشخص، بدل ما يعني يعطي الزكاة لشخص فقير تاني وبينفق على أخيه وبيعطيه متطلبات الحياة، فهنا كأنه يحصن ذلك المال الذي سيعطيه للفقير ويعطيه لأخيه. فمن هنا إذا كان النفقة تجب عليه فلا يجوز دفع الزكاة إليه. كذلك من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس، يقول أنه أعطى لشخص ما فقير، أعطاه دينا، سلفه مبلغ من المال، ثم لم يستطع ذلك الفقير أن يرجع ذلك الدين لصاحبه، فيسأل صاحب الدين صاحب المال، هل يجوز أن أعتبر ذلك المال الذي أعطيته للفقير من ضمن زكاتي وتسقط عني الزكاة؟ نعتبر ذلك المال كأن زكاة وما عادش نطالبه بذلك الدين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة كأي عبادة من العبادات لا بد لها من النية قبل يعني إعطائها، إما عند إخراجها أو عند عزلها، عند عزل المال لا بد من النية. أنت لما أعطيت ذلك الفقير أعطيته بنية التسليف السلف لا بنية الزكاة، فلا يجوز أن يعني تتأخر النية هكذا، وهذا يعني رأي جمهور الفقهاء أنه لا يجوز. ممكن تعطيه أنت ودم هو فقير، تعطيه أنت مال الزكاة وهو بعدين إذا أراد أن يرد لك دينك فلا بأس، ولكن يجب ألا تشترط عليه ذلك، ما تقول لاش أني رب نعطيك مال الزكاة وأنت رب أشرد لي الدين متاعي، لا بالاشتراط لا، أعطيه مال الزكاة مدام هو فقير ومحتاج، وبعدين هو دعه أحيانا هو محتاج أن يصرف ذلك المال في أمور أخرى محتاج إليها وما زال ما بيش يرد لك دينك، في النهاية بدون شرط، بدون شرط جائز وإلا لا. كذلك مسألة أخرى، وهي بعض الناس يقول أريد أن أعطي الزكاة لشخص ولكن ذلك الشخص لا يحسن التصرف بالمال، قد يصرف ذلك المال في أمور كماليات، قد يصرفه في شرب الدخان مثلا أو هكذا، مع أن أسرته محتاجة إلى المال، قال أنا بنشري بضاعة أمور يحتاجها البيت وهكذا، أو مثلا أشياء يحتاجها الأطفال، كراسات، أمور يعني مهمة في الحياة، بدل أن يصرف ذلك المال في ما لا يعني، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هو الأصل في المسألة أن ذلك المال يجب أن يملك للفقير، المال هذا الذي موجود في مالك، الجزء هذا بتاع الزكاة هو ليس ملكك، ذلك هو ملك للفقير ملكه الله إياه، فأنت بتعطيه حقه، ليس يعني بتمنن منك، تعطيه حقه. فالأصل أن نعطي الفقير ذلك المال وهو يتصرف فيه بما يعني يعرف، ولكن في مثل هذه الحالة أجاز الفقهاء، إذا كنت تعرف أن ذلك الشخص لا يحسن التصرف في المال وينفقه في أشياء لا عبرة بها، فجايز أنت بنية أنك أنت هذا الأمر أصلح للفقير تشتري به أشياء، خاصة إذا كان قريبك وهو يعلم يعني الأشياء، تعلم أنت الأشياء التي هو يحتاجها ومن الضروريات، فمن هنا تشتري له أشياء، ويجوز له بل الأفضل أن تخبره أنها هدية منك، يكره إعلام الفقير بالزكاة، ما تقولهاش الفقير تقول له هذه زكاة لأن فيها كسر لخاطره. فمن آداب الزكاة التي نصت عليه الشريعة أنك أنت تعطيها له بنية يعني تظهر له أنها هدية أو أنها مساعدة أو أن أي شيء، وأنت نيتك الزكاة. في مسألة تانية حضرتني، لو كان نيب نعطي المبلغ المال لشخص بنوكله هو أن يعرف عائلات فقيرة أو غيرها، فأخبره بأنها زكاة، يعني هذا وكيل نقول له هذه راه زكاة مال وهذه صدقة، مثلا عندي مثلا على فرض عندي النوعين، ظرف فيه صدقة وظرف فيه، نقول له هذا زكاة مال بحيث يعني يعطيه المحتاج، يبحث عن المحتاج ليس كل من هب ودب. الصدقة فيها توسع، يعني حتى لو أعطاها لشخص عنده أو كذا ويعينه فالأمر هين يعني والتواب حاصل، لكن الزكاة يجب عليه أن يحتاط لها، فتقول له للوكيل أن هذه زكاة، ولكن الفقير
ذلك الوكيل أو أنت إذا أعطيتها مباشرة للفقير فلا تخبره أنها زكاة من باب يعني إكرامه ومن باب عدم كسر خاطره وجبر خاطره. وهكذا يعني تأمرنا الشريعة الغراء بكل ما فيه التواد والتحاكم بيننا، والله ورسوله أعلم. في الفقرة الوعظية نحن الآن في شهر القرآن، وإن كان هو الضيف هذا الخفيف العظيم الذي جاوز أو قارب الانتهاء ونحن في العشر الأواخر منه، عشر العتق من النار، فشهر القرآن والحمد لله كل المسلمين أو معظمهم يشتغلون بتلاوة القرآن في هذا الشهر. والأولى أن يستمر الإنسان بعد انقضاء الشهر، لأننا نعبد الله والله حي دائم باق في جميع الدهور. فصحيح الإنسان هنا في هذا الشهر فيه يعني تكون الاجتهاد ويكون النشاط وهكذا لما فيه من الخيرات وفيه الرحمات، ولكن الإنسان يعني لا يحرم نفسه ولو بقراءة يعني صفحات كل يوم من كتاب الله. فمما جاء في فضل القرآن نذكر به أنفسنا وننشط به أنفسنا قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديث صحيح أيضا الذي نعلمه جميعنا أن كل حرف بعشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني مجرد قراءة ألف لام ميم فيها 30 حسنة، وهذا يعني أول الدرجات. قد يعطى الإنسان حسنات أضعاف مضاعفة على حسب استعداده وإخلاصه ومحبته وتعظيمه للقرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، أخرجهما الإمام مسلم. وهذا الحديث في إشارة مهمة جدا، قال القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. أهم شيء أو يعني ميزة لإنزال القرآن هو العمل به، هذا الأصل. أنزل القرآن للعمل به واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم يأتي بعد ذلك فضائل أخرى، تلاوته بالتواب العظيم كما سمعنا، الاستشفاء به وهكذا، لكن الأصل هو في العمل به. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله إمامه، يعني يقتدي به ويتبع ما فيه، يأتي بالأوامر يجتنب النواهي، قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره والعياذ بالله ساقه إلى النار. وأيضا مما جاء في فضل التلاوة التي نتكلم عنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. حديث متفق عليه. طبعا الأترجة هي فاكهة طيبة الطعم والرائحة. يعني المؤمن لما يقرأ القرآن عند الإيمان الحمد لله يعني طعمه حلو، وعند الريح الطيبة بقراءة القرآن. أما المؤمن الذي لا يقرأ عند الإيمان عكس المنافق والعياذ بالله، ولكن تنقصه الرائحة وهي يعني تلاوة القرآن العظيم. طبعا الذي جاء في فضل القرآن أحاديث كثيرة وهكذا، ولكن يعني ذكرنا أقل القليل فقط لي يعني التذكير. ولكن هنا أمر يجب أن ننتبه إليه، وهو أن لتلاوة القرآن لها آداب من باب تعظيم هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آداب استخلصها العلماء من الأحاديث ومن الآيات ومن عموم الأوامر الشرعية. أول أدب هو الإخلاص، الإخلاص لله تعالى. يعني أي عمل فيه مراعاة للخلق والبحث عن المنزلة عندهم فهذا عمل مردود. قال تعالى: ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المؤمن
يجب أن يكون عمله كله لوجه الله. يأتي يوم القيامة الله معافنا الشخص إذا عمل عملا غير الله، يقول له رب العزة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك في غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، ويقال له اذهب فخذ أجرك ممن أشركت. أنت أردت أن تمدح عند فلان وفلان أو غيره، أو يقال عنك قاري، أو يقال عنك حسن الصوت، أو يقال عنك تالي أو عابد، اذهب خذ الأجر، لم يكن عملك لله، لم ترد وجه الله. وهذه العبادة عبادة الإخلاص في القلب. يجب علينا طبعا ألا نسيء الظن بأحد، ولكن دائما الإنسان يتهم نفسه ودائما يلاحظ قلبه ويلاحظ نيته. فأول شيء وأهم شيء هو الإخلاص في جميع العبادات. الإخلاص هو روح العبادة. العبادة بدون إخلاص كالجثة الهامدة الميتة التي لا قيمة لها. هذا أول أدب، وهو كرونه في الأداب ولكنه من الفرائض، هي أداب تشمل الفرائض والسنن والمستحبات، وأيضا أدبا مع القرآن العظيم. لذلك من الأداب استعمال السواك، خاصة في الإفطار إنسان يستعمل السواك يطهر فمه من المواطن التي يستحب فيها السواك. طبعا يستحب السواك عند الوضوء، عند الإنسان يريد الصلاة حتى لو كان متوضي من الصلاة التي قبلها ويريد أن يصلي صلاة أخرى، فيستحب أن يذهب إلى الميضة ويغسل فمه وبالعود الأراك أو بالفرشاة، هكذا يهيئ نفسه لكي يخرج القرآن من فم طاهر. بعض الشباب ممن يعني يستعمل السواك في الصف عند إقامة الصلاة، وهذا العلماء قالوا مكروه. أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو في الصف أو وهو يعني قائم ينتظر إقامة الصلاة. فالاستياك يعني الإنسان يكون عند غسل الفم مع قبل المضمضة، هكذا وضع السواك. لماذا؟ لأن قد يخرج من الإنسان فضلات، فإذا كان في المسجد أين سيرمي بها تلك الفضلات؟ هل سيرمي بها في المسجد يحرم ذلك؟ هل يجعلها في منديل أو هكذا؟ وأحيانا عند الاستياك بعض الناس يعني عند اللثة الحساسة فيخرج دم، وهذا أشد وأنكى. الدم هذا نجاسة، فلو خرج الإنسان منه دم وهو واقف في الصف كيف سيفعل؟ إن ابتلعه يحرم عليه ذلك لأنه نجاسة، وإن كان يعني بصقه لا يتأتى من مؤمن أن يبصق ذلك في المسجد، ولكن في الغالب أن يجعله مثلا في منديل ويجعله في جيبه، أصبح حاملا للنجاسة، والحامل للنجاسة صلاته باطلة. لماذا هذا؟ الأولى أن يفعل ذلك عند الميضة، عندما يريد الوضوء ويريد أن يتمضمض يستعمل السواك ثم يتمضمض بحيث يخرج الفضلات، يخرج دم أو غيره، وهكذا يدخل إلى بيت الله أو إلى الصلاة وهو طاهر نظيف. قد يقول قائل جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمر بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث آخر عند كل صلاة، فمعنى هذا أن الإنسان يجب أن يستاك عند إقامة الصلاة. وهذا الكلام يدل على فهم خاطئ، لأن إذا فهمنا هذا الفهم فمعناها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معنى الإنسان لا يتوضأ إلا عند إقامة الصلاة، وعند إقامة الصلاة يكون بجانبه إناء ويتوضأ في الصف. هذا الفهم إذا فهمنا الآية كفهم الحديث، ولكن مقصود به عند كل صلاة يعني الإنسان أحيانا يكون قد توضأ مثلا الظهر واستعمل السواك وصلى به الظهر وبقي على وضوءه حتى أذن العصر، ويريد أن يصلي العصر بذلك الوضوء وصلاة صحيحة كما هو معلوم للجميع، هذا يستحب له أن يذهب إلى مكان الميضة ويستاك، أو في بيته مثلا ويستاك ويتمضمض بنية الصلاة الآتية، لأن هناك فترة بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، هو لم يتوضأ وضوءا ثانيا ولكن فقط يعني يجدد السواك لكي يعني ينفذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فسر به الفقهاء. أما تأتي في الصف وأمام الناس تستعمل السواك ويعني منظر أيضا حتى هو غير لائق، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت السنة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأداب القراءة على طهارة. أحيانا الإنسان
يقرأ من حفظه لا من المصحف. طبعا إذا أراد أن يمس المصحف فيجب عليه الطهارة، الطهارة الكبرى والصغرى، يجب عليه أن يكون متوضئا لكي يجوز له أن يمس المصحف. أما الغير المتوضي فلا يجوز له مس المصحف. لكن عليه فرض إنسان بيقرأ مثلا من حفظه أو مثلا من النقال، كما الآن يعني أصبح كثير من الناس يقرؤون من هواتفهم، فهذا لا يجب عليه الطهارة، ولكن يستحب له الطهارة تعظيما لكتاب الله. الإنسان يعني من باب احترام وتعظيم القرآن أن يقرأ على طهارة، كذلك أن يختار مكانا نظيفا، والأفضل إذا كان في المسجد فهذا أعظم البقاع، المساجد هي أعظم بقاع الأرض. كذلك أن يستقبل القبلة كما جاء في الحديث، خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. كان في إمكانية الأفضل أن يستقبل القبلة، يعني لا يفرط في هذا الأمر المندوب. وأيضا يجب عليه أن يحترم القبلة، جاء النهي عن البصاق جهة القبلة، أيضا في الحديث النهي عن قضاء الحاجة في جهة القبلة، كل ذلك تعظيما للقبلة. كذلك قال العلماء الأفضل الإنسان أن لا يمد رجليه ناحية القبلة، خاصة إذا كان في المسجد، إذا كان عنده قدماه فيهم ألم أو غيره فيأخذ اتجاه آخر ويمد رجليه، لأنه عنده وضع خاص، وهذا من باب الأدب، يعني ليس حراما، من باب الأدب أن لا يمد رجليه في ناحية القبلة أو اتجاه القبلة احتراما لها. كذلك من الآداب الاستعاذة في البداية، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الآية القرآنية، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا هنا هذه الآية إذا كان نفهموها مثل بعض الفهم كما ذكرناه في المسألة الماضية، مسألة السواك، وإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني كأن الإنسان يستعذ بعد القراءة، هيك ظاهر الآية، بعد ما تقرأ القرآن تستعد، لكن هي الاستعادة محلها والسنة وضحت أنها قبل القراءة. فمعنى كلمة وإذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءة القرآن، وهكذا يجب أن نفهم السنة كما فهمها العلماء والأئمة المجتهدون رضي الله عنهم. كذلك من الآداب الخشوع والتدبر، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. قال أبو بكر الخواص من كبار العلماء دواء القلب في 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. حتى أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح، آية أخذ يرددها وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. كذلك روي عن السيدة عائشة أنها قامت ليلة بقوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وسعيد بن جبير من أئمة التابعين ليلة كاملة وهو يردد قوله تعالى ما غرك بربك الكريم. كل هذا من باب التدبر، حتى أنه جاء في الأحاديث والأثار أن الإنسان إذا مر بآية رحمة أو آية في ذكر الجنة سأل الله الجنة وطلب الرحمة، وإذا مر بآية عذاب أو آية في ذكر النار والعياذ بالله تعوذ بالله من النار. وهكذا في تدبر وفي يعني تفاعل مع القرآن العظيم. كذلك يستحب البكاء عند قراءة القرآن، وإن لم يستطع البكاء فالتباكي كما جاء في الحديث، هكذا يحزن نفسه، يعني يذكر نفسه بالعرض على الله، يذكر نفسه بمعاصيه، ويذكر نفسه برحمة الله وبالنعم التي تتهاطل علينا مع أننا في منتهى التقصير، فيستشعر الحياء من الله ويشعر نفسه بذلك الأمر فيحزن قلبه، خاصة إذا كان وحده. أما أمام الناس فليمسك الإنسان نفسه، حتى لو غلبه البكاء يمسك نفسه ما استطاع، حتى لا يكون عمله رياء، وحتى لكي لا يشار إليه، أن الإشارة إليه أنه رجل بكاء وغيره هذه تضره، لما تصله الإنسان ويسمع بها تفرح بها النفس. أحد السلف الصالح وجد شخصا يبكي في المسجد وهو يقرأ القرآن، فقال له أنت إذا كان هذا في بيتك،
بينك وبين الله ولا يطلع عليك أحد وما عدا هذا البكاء وهذه الحرقة وهذا يعني الندم شيء عظيم جدا، ولكن أمام الناس يعني الإنسان يخاف لنفسه يمسك نفسه، لو غلبه يعني ما عاش استطاع، خلاص رب العزة أعلم بنيته، ونحن دائما نحسن الظن، حتى وجدنا شخص يبكي نحسن الظن به، ولكن الإنسان يمسك نفسه ما استطاع. هكذا كانت طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، ولهذا استحب العلماء الترتيل للتدبر وللتحزن. فذلك من الأشياء التي يجب أن نعتني بها ويتأكد الأمر بها هي بعض الأمور التي تنافي احترام القرآن، مثل ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث خلال القراءة. تجد الإنسان ماسك مصحف ويقرأ، أحيانا يلتفت إلى جليسة أو الذي بجانبه يكلمه في أمر ما، أحيانا حتى ضحك أو غيره، هذا منافي لاحترام القرآن. فإذا احتاج إلى أمر مهم جدا فعليه أن يستأذن ويقطع القراءة، ثم يكلم كلمات قليلة، ثم عندما يرجع يعيد الاستعاذة. طبعا القراءة، قراءة القرآن مستحبة في كل وقت، ولكن قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، والقراءة في الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، كذلك القراءة بين المغرب والعشاء مستحبة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورقة بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه. وفي حديث آخر: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود في صحيحه. وهكذا قراءة النهار قالوا أفضل وقت لها هي ما بعد صلاة الصبح، وباقي الأوقات دائما القراءة مستحبة. أعاننا الله على تلاوة كتابه وعلى تدبره وعلى العمل بالآداب، وهي لازالت ولكن في هذا القدر كفاية، والله ورسوله أعلم. في فقرة السيرة العطرة لحبيبنا الأكرم صلى الله عليه وسلم نتكلم عن شيء من قيامه صلى الله عليه وسلم، سواء في رمضان أو في غير رمضان. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان وفي غيره، ذلك عملا بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء: قيام الليل بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، وللأمة على سبيل الندب. في أشياء من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنها فرضت عليه وهي على الأمة على سبيل الندب، منها قيام الليل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الذي قال عنه العلماء هو يوم القيامة مقام الشفاعة العظمى، عندما يكون الخلائق في شدة الهول والناس غارقون في عرقهم والشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل كما جاء في الحديث. وهنا وقفة، قد يقول قائل: الشمس الآن نعلم بالحقائق العلمية وبالحسابات وغيرها أنها لو اقتربت من الأرض ولو يعني مسافة سنتيمترات أو هكذا فإن تحرق الأرض بما فيها، وأن لو ابتعدت نفس القدر هذا البسيط جدا لتجمد كل ما في الأرض. فكيف يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار بسيط جدا ولا يؤثر على حرق الكائنات ولا الناس، فقط يعني العرق. هذه من مسائل يوم القيامة. يوم القيامة له قوانين خاصة به، رب العزة الذي جعل الشمس لها قوانينها في الدنيا يجعل لها قوانينها في الآخرة. الشمس ليست حاكمة في نفسها وليس لها أي تأثير في الكون، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، كن فيكون والله على كل شيء قدير. فلا تقس ذلك اليوم بالحياة الدنيا، هذه أمور غيبية نؤمن بها وهي لا تنافي القدرة ولا تنافي
العقيدة. يعني من أشياء يوم الهول الأكبر أن كما ذكرت الشمس تدنو من الرؤوس وكل شخص ينزل منه العرق فيعاقب أيضا بعرقه. تختلف الناس، جاء في الحديث الصحيح منهم من عرقه عند كعبيه، ومنهم من عند ركبتيه، ومنهم عند حقويه، ومنهم من يصل إلى رقبته العرق. وتجد يعني شخصين أحدهما بجانب الآخر، شخص مؤمن مطيع تقي عرقه عند كعبيه، وبجانبه شخص شقي كافر عرقه عند رقبته، ولا يعتدي عرق هذا على هذا. كل واحد يعني سبحان الله خاص به، كما أن عمله خاص به كذلك عرقه خاص به. فهذه الأشياء والمعجزات التي تحدث والأمور الخارقة للقوانين التي نعلمها في الدنيا، هذه أمور الآخرة، فلا تقص هذا بهذا. يعني ملاحظة أردت التنبيه عليها. ففي ذلك الوقت العصيب الذي ليس يعني كمثله وقت، لا يستطيع الإنسان أن يتخيله أو يتصوره، يوم الهول الأكبر، ذلك اليوم الفظيع من شدة ذلك الهول، والناس واقفون على رؤوس أصابعهم وشاخصين إلى السماء، وقيل 50,000 سنة مع هذا العرق، مع هذا البلاء، مع هذا يعني والانتظار. أنت الآن إذا انتظرت حتى قليلا في مكان، انظر كيف تصير، فكيف بذلك اليوم الرهيب. بهذا المقام يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، الناس يعني يتمنون من شدة البلاء أن يؤمر بهم إلى النار، فقط أن يعني يزاح عنهم هذا البلاء. في تلك اللحظات الرهيبة وذلك الوقت العصيب، الناس يقول بعضهم لبعض: فلنذهب إلى الأنبياء، هم الذين جاءونا من قبل المولى، وهم لهم الجاه والمكان عند الله، وهم الوسائط بيننا وبين الله، وهم الذين جاءوا لنا بالدين، وهم رسله. فذهبوا إلى سيدنا آدم أبو البشر عليه السلام، قالوا: ألا تنظر ما نحن فيه، ادعو ربك أن يفرج عنا. فيقول: ألا لا لست لها، اذهبوا إلى ابن نوح. وهكذا سيدنا نوح يرسلهم إلى سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا إبراهيم إلى سيدنا موسى، ثم سيدنا موسى إلى سيدنا عيسى على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا عيسى يقول لهم: اذهبوا إلى محمد. يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيفتح عليه بمحامد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا الآن لا أعلمها. فيأتيه النداء من قبل المولى: يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطى، وقل يسمع لقولك. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيأمر المولى بانتهاء ذلك اليوم وبداية الحساب، انتهاء ذلك البلاء، يبدأ الحساب ويبدأ الميزان وينصب الميزان. وهكذا كل هذا ببركة شفاعته صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه الشفاعة الشفاعة العظمى، لأن لجميع الخلائق كلهم يعني نالوا ببركتها انتهاء ذلك الوقت العصيب وبداية الحساب. وهناك عنده صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، شفاعته ل يعني العصاة من أمته، شفاعته في إخراج بعض الناس من النار من العصاة الأمة، شفاعته في زيادة الدرجات لبعض أهل الجنة، إلى غيرها من أنواع الشفاعات. ولكن الشفاعة الأولى هي التي تسمى الشفاعة العظمى، وهي التي كما ذكرت جاءت في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يجتهد اجتهاد زائد تعليما لأمته عليه الصلاة والسلام، كما قالت السيدة عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. شد المئزر كناية عن شدة الاجتهاد، وأيضا عن عدم القرب من النساء في العشر الأواخر اشتغالا بالعبادة. وجاء في الحديث: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وقد حتى على قيام رمضان صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالأجر
وإيمانا بالتواب وإيمانا بعظمة هذا الشهر واحتسابا أن يحتسب الأجر عند الله الإخلاص كما ذكرنا. وفي حديث إن الله فرض عليكم صيامه أي رمضان وسننت لكم قيامه صلى الله عليه وسلم. وأصل صلاة القيام كما جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب حصيرا على باب حجرتي، كانت حجرتها يعني مفتوحة على المسجد، فكان يخرج أن يصلي من حجرات زوجاته إلى المسجد مباشرة ليصلي بالصحابة، ففعلت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمعوا إليه من في المسجد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم انصرف فدخل، وتركت الحصير على حاله. فلما أصبح النهار تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في المسجد تلك الليلة، يعني في صحابة رجعوا إلى بيوتهم، في صحابة بقوا، فلما شاهدوا رسول الله يصلي على الحصير فوقفوا خلفه وصلوا معه ما شاء الله. ففي اليوم الثاني تناقلوا الخبر أن رسول الله قد صلى بهم تلك الليلة، فكل الصحابة حرصوا على أن يصلوا خلفه، فأمس المسجد زاخرا بالناس، فصلى بهم صلاة العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس، فقال لي ما شأن الناس؟ فقلت له سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم، قال اطوي عنا حصيرك يا عائشة. ففعلت، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم حتى خرج إليهم لصلاة الصبح. يعني رسول الله بات في حجرته وهو يصلي غير غافل، والصحابة رضي الله عنهم بقوا ينتظرون هكذا محبة منهم ويتمنون أن يخرج إليهم حتى أصبح الصباح. فقال لهم أيها الناس، أما والله ما بت والحمد لله ليلة غافلا، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفرض عليكم، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهكذا رسول الله ترك صلاة التراويح جماعة بالصحابة خشية أن تفترض على الأمة، وهذا من شفقته ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقي الأمر هكذا في خلافة سيدنا أبي بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما صدرا من خلافة سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر يعني لما شاهد المسجد ممتلئ بالناس وهناك من يصلي وحده وهناك من يصليان يعني اثنان مع بعضهما أو مجموعة، فيعني استحسن أن يجمعهم على إمام واحد، فجعل للرجال إمام هو سيدنا أبي بن كعب، وجعل للنساء إمام وهو تميم الداري وهكذا. فلما وجدهم يصلون ففرح باجتماعهم على إمام واحد وإظهار هذه الشعائر، وقال نعمة البدعة هي، أي بمعنى أنها بدعة حسنة لأن لها أصل في الشرع، ولأن الاجتماع على طاعة الله ليس هناك فيه ما يعني ينافي الشريعة، ولأن رسول الله تركها خشية الافتراض، والآن لم يعد هناك خوف من ذلك الأمر لأن الوحي قد انقطع من السماء بانتقاله صلى الله عليه وسلم. فهذا قيامه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.